السلام عليكم، معاكم سماح من قناة Let's Cook مع سماح. النهاردة ان شاء الله هنعمل خبز النان الهندي، خبز طعمه رائع. الخبز ده تقدري تحطي عليه اي مكونات انت عايزاها، على زي ما انا حطيت كده على الوش بتاعه، توم وكزبرة او جبنة او اي شيء زي ما انت عايزة، او تعمليه سادة. خبز رائع. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا عملناها ازاي. 1/2 كيلو دقيق، اي نوع دقيق تستخدميه، حتى لو دقيق اسمر مفيش مشكلة. ده لبن ربع عندي في التلاجة، انا بشيله دايما وبستخدمه في المعجنات، في اي معجنات بيدي طراوة حلوة للمعجنات، او استبدليه بالزبادي. هنا 1/2 معلقة بيكنج باودر، ورش ربع معلقة ملح، ونص معلقة سكر، 1 كوباية حليب. تستخدمي حليب، ولو انت عايزة تستخدمي الوصفة كلها زبادي استخدميها زبادي. 2 معلقة زيت. اول حاجة هناخد البيكنج باودر والملح والسكر ونقلب الخليط كويس. البيكنج باودر هنا بيخلينا العجينة كمان طرية وجميلة ما تنشفش بعد فترة. اللبن الرايب اللي عندي او زبادي، تقدري تستبدلي اللبن الرايب مع والحليب بالزبادي، تعجنيها بالزبادي بس بتبقى احلى كمان. 2 معلقة زيت ونخلط. هنا انا ممكن العجينة عندي تاخد 1 كوباية الحليب او اكتر، حسب العجينة حسب نوع الدقيق. هنا انا احط الدقيق الحليب واقلب اشوف عجينتي محتاجة ولا لا، استخدم ايدي عشان اقدر احس بالعجينة كويس. ببتدي اقلب كده زي ما انتم شايفين، واحط بقية الحليب، ولو حسيت انها محتاجة حليب كمان هحط. العجينة بتاعتنا هنا محتاجة عجن جامد، يعني بتقدر بتقعدي تعجنيها فترة طويلة، كل ما تعجنيها كويس كل ما تديكي نتيجة كويسة جدا في الخبز. فافضلي عجنيها لغاية لما تحسي انها بقت طرية وناعمة في ايدك. انا هعجن العجينة واخلصها وارجع لك. بعد ما خلصنا العجينة شايفين الشكل، العجينة بتاعتنا هسيبها ترتاح 1/2 ساعة، وبعد ما ترتاح هنشوف هنعمل فيها ايه. هغلفها كده بالشكل ده واسيبها ترتاح 1/2 ساعة، يعني 1/2 ساعة على الاقل عشان العجينة اقدر اشتغل فيها وتبقى مريحة معايا في الشغل وتديني نتيجة كويس. عجينتنا ارتاحت، دلوقتي هنبتدي نكورها كور كده حسب الحجم اللي انت عايزاه للخبز بتاعك. العجينة دي يا جماعة حلوة جدا، بتديكي نتيجة حلوة جدا. الخبز الهندي ده من اروع انواع الخبز اللي تاكليه جنب اي حاجة، جنب اي اكل، حتى مش شرط الاكل الهندي بس، بتاكليه جنب اي اكل. هنا بنوتي حبيبتي حابة تلعب معايا بالعجين، فخدت قطعة كده تحب تلعب بيها تتسلى معايا. فهنبتدي نقرصهم زي ما انتوا شايفين كده الشكل، هغطيهم كمان دول يرتاحوا كمان 1/2 ساعة عشان اقدر اشتغل فيهم كويس. وانا وليلي هنعمل العجين مع بعض قدامكم كده. الخبز ده بيطلع رائع عشان ليلي بتعمله معايا، ليلي حبيبتي. فنبتدي نعمله كده. الخبز الهندي له شكل يعني مختلف شوية عن الخبز العادي، مش بيعملوه مدور، بيعملوه الشكل الطولي ده. معلش العجينة اتقطعت معايا، تقدري برضو تدويها، تحاولي تقفليها بايدك كده عشان القطع ده يروح زي ما انا بعمل كده، مفيش مشكلة، كل حاجة ليها حل. تبتدي تعمليه بالشكل اللي انت شايفاه ده، ده الشكل التقليدي للخبز الهندي. بس لو حابة تعمليه مدور مفيش مشكلة خالص، ده الشكل التقليدي اللي بيعملوه في بيتقدم في المطاعم وبيعملوه دايما بالخبز النان. وتحطي الثوم زي ما انا بحط كده، حابة تحطي ثوم حطيه، مش حابة تعمليه سادة اعمليه سادة، بس بجد بيبقى نكهته طعمه بيبقى حلو جدا. خبز بسيط بس طعمه رائع رائع رائع، من اروع انواع الخبز اللي تقدر تاكليها. انا هنا بحط البقدونس، كزبرة، سوري، كزبرة بالشكل ده،
مع الخبز والثوم مقطعه شرايح وبحطه بالشكل ده، وادوس عليه بالنشابة بالشكل ده عشان ايه ما يقعش من على الخبز. وبرده هسيب، وكمان هسيب هنا الخبز يرتاح بعد ما عجنته، هسيبه بعد ما فردته هسيبه يرتاح. كل ما اسيب الخبز ياخد راحته بيديكي نتيجة كويسة جدا. تريحيه بعد العجن، وتريحيه بعد لما تعمليه الكور، وتريحيه بعد ما تعمليه بالشكل ده، بيديكي نتيجة كويسة جدا. زي ما انت شايفة كده ابتديت اسويه. هنا الصاج بتاعنا لازم يكون هادي في الاول، ما يبقاش عالي، وابتدي اعمل يعني اقلب فيه على الوش ده مرة وعلى الوش ده مرة. الخبز ده مش شرط ينتفخ يا جماعة معانا، بس هو كل ما تريحي الخبز كل ما هيديكي النتيجة حلوة وينتفخ معاكي ويبقى جميل. بس هو مش شرط، هو مش خبز بتفتحيه بتحشيه، لا ده خبز بتاكليه جنب الاكل كده، مش شرط ينتفخ خالص. زي ما انتوا شايفيني كده، بس بقلبه على كل الجهة وبهدي النار. النار لازم تكون هادية حلوة. وبعد كده بعد ما هديها ابتدي بقى اعليها شوية. لما احس ان الخبز بتاعي استوى بعليها شوية بالشك. شايفين ابتدى ينتفخ ازاي؟ جميل ازاي؟ شايفين؟ شايفين بينتفخ؟ ده كمان دليل على انه يعني العجينة ارتاحت وجميلة جدا. هو بيبقى بالشكل ده، بحطه على النار مباشرة ياخد الشكل التقليدي للخبز الناعم. انا هنا الخبز ده بعد ما بخلص، اول ما بنزلها من على النار بدهنها سمنه او زبده. بتدهنيها بالفرشه من وجه، من ناحيه واحده كده، سمنه او زبده براحتك. انا هنا دهنتها سمنه بلدي، وهبدا هخلص بقيه الكميه على نفس الطريقه اللي انتوا شفتوني عملتها دي. زي ما انتوا شايفين كده بفضل اقلب على الوجهين لحد ما الخبز احس انه استوى، وبعد كده احط على النار مباشرة زي ما شفتوني بعمل كده، وهعملها قدامكم تاني زي ما انتوا شايفين كده. هو ده الشكل التقليدي الخبز الناعم، اعملوه بجد. انا مش قادرة اقول لكم طعمه كان رائع ازاي. انا على طول متعودة اعمله، حتى لو مش اكل هندي بعمله جنب اكلات كتير. شايفين الخبز ما شاء الله، ده دليل على انه يعني الخبز ارتاح وارتاح كويس جدا. اهو كده بدهنه بالسمن كده، او ده سمنة بلدي او زبدة. ده الخبز النان التقليدي بيتعمل كده. هخلص بقية الكمية على نفس الشكل كده وارجع لكم. بعد ما خلصنا الخبز كله شايفين الشكل، وبجد النتيجة يعني فوق الممتازة. خبز طري وجميل وطعمه لذيذ جدا جدا مع اي حاجة، ابسط حاجة تاكليها جنبه الجبنة بس كده. خبز في منتهى الجمال ومنتهى الروعة، وما بياخدش وقت وعجنه سهل. اعملوه وجربوه بجد، هتلاقوا صورتكم تقول لكم ليه ما عملتوش زيادة. يلا لو عجبتكم الوصفة قوموا اعملوا زيها وجربوه، قولوا لي رأيكم ايه فيه في التعليقات. ولو عايزين اي وصفة تانية اعملها لكم. وبشكركم جدا على حسن المشاهدة، واتمنى ان شاء الله تدعموني باللايك وبالشير وبالسبسكرايب، وشكرا ليكم.